بكل الحزن والأسى ودع الوسط الفني الإعلامي الفنان عمرو سمير إلى مثواه الأخير، واستقبلت أسرته العزاء وسط حضور عدد كبير من المشاهير الذين خيم على وجوههم الحزن. جثمان عمرو اتأخر 17 يوم منذ وفاته، وذلك نظرا لصعوبة إنهاء إجراءات نقل الجثمان من مدريد إلى القاهرة. أنا جبت عمرو من أسبانيا والحمد لله اتدفن امبارح وأكرم الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى نفز في أمره وخدوا على موعده اللي كتب قبل ما ينزل الأرض. كتر ألف خيركم على إحساسكم ومتشكرين جدا. كلنا كنا بنحبه بطريقة غير طبيعية لأن عمره ما يعني ما عمل حاجة ضايق أي بني آدم. أنا كل اللي بقوله ربنا يكون في عون مامته لأن دي أصعب حاجة حقيقي بقاء لله. ذلك الكتاب لا ريب فيه. مش قادرة أقول حاجة غير البقاء لله. عمرو إنسان ما يختلفش عليه اتنين، إنسان جميل بيحب أمه بيحب الناس كلها وبشوش وأخلاقه محترمة كل الصفات الكويسة فيه، فالبقاء لله. ربنا يصبر أمه وأصدقائه وكل الناس اللي زعلت عليه.